صقلت موهبته في الرسم التشكيلي باليد منذ المرحلة الابتدائية، وشارك في العديد من المعارض على مستوى الوطن. الأستاذ عبد القادر بامؤمن، الفنان التشكيلي من أبناء مدينة الشحر، رغم تقدمه في العمر لا يزال يواصل مهنته منذ أكثر من 4 عقود. قناة المكلا زارت الفنان بامؤمن في منزله ورصدت التقرير التالي. عقود طويلة مضت ولا يزال الأستاذ عبد القادر بامؤمن من مدينة الشحر يواصل العمل في مهنة الرسم باليد. سنوات مرت على رسمه لهذه اللوحات الفنية التي تضمنت جوانب ذات الطابع التراثي، إضافة إلى مخطوطات بخط اليد على الجدران والألواح الخشبية. صقلت موهبة الأستاذ بامؤمن في الرسم منذ دراسته المرحلة الابتدائية، حينما يعمل على الرسم في المجلات الحائطية، حتى انتقل إلى المرحلة الثانوية وفيها بدأ مشواره في تنمية موهبته في الفنون التشكيلية. انتقلت للثانوية، طبعا في هناك كان درس رسم اسمه الأستاذ حسن بخيت. فالأستاذ حسن طبعا جمع مجموعة من الطلاب وشكلهم بشكل جمعي للفنون، وبدأنا نشتغل معهم. طبعا جزاه الله خير، هو من بدأ لنا بالفعل، يعني في بداية تنمية هوايتنا. طبعا ظلت العملية بالشكل ده إلى أن تخرجت من الثانوية. تخرجت من الثانوية طبعا استقريت كمدرس للفنون في ثانوية البنات لمدة 20 عام. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأدوات المستخدمة في الرسم في الماضي، شارك الفنان التشكيلي بامؤمن في العديد من المعارض، منها العام العالمي للمرأة في منتصف 70ات القرن الماضي بمدينة المكلا. كانت من أول كانت المواد اللي استخدمونها الناس كلها الألوان المائية، وطبعا في الألوان الزيتية، بس الألوان الزيتية تكون ذات كلفة عالية، يعني نفس الرسام الهاوية والهذا ما يقدر يشتريها، لازم كان زمان هي الدولة نفسها توفر لك هذا في المدارس تنمي مواهب هذول الطلاب. قوة النظام التعليمي والتربوي في فترة اليمن الجنوبي ساهم بشكل كبير في تنمية المواهب وصقلها، على عكس ما بعد الوحدة، رغم وجود عناصر أكثر حيوية أسهمت في العديد من الدول المجاورة إحداث نقلة نوعية في الفنون التشكيلية.